السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيادة جميلة جدا لرون بوك أو كونتيفيكيشن، بيجيب لي حصر للغرف بشكل شيك وجميل. تعالى على سبيل المثال هقول له كالكوليت اريا، بيقول لي بقى عدد الرومز، عدد الجروب، سيلكشن، لو انت عايز تشيل حاجة من سيلكشن تقدر تشيلها براحتك. الكالكوليشن، ايه الحاجات اللي انت عايز تطلعها ولا لا. على سبيل المثال لو في مثلا جزء موجود في ستيرز تطرح الستيرز دي ولا لا، في جزء مثلا تحت الروف، في بعض الخصائص كده تقدر تتعلم عليها او تشيلها زي ما انت عايز عشان تطلع الحصر اللي انت عايزه. بعد كده بيقولك انت عايز تعمل اكسبورت اكسل ولا سي اس في. طبعا من ضمن العيوب اللي في ريفت ان هو على طول يروح مصدر للسي اس في، وانت تفتح الاكسل وتقول له اوبن، المفروض هو اوتوماتيك يصدر لي الاكسل ويديني امكانية ان انا اصدر كل شغل الاكسل مرة واحدة، او عايز تصدره دي دبليو اف. بعد كده اكسبورت تايب، الليفنج اريا ولا النت فلور اريا ولا جروس فلور اريا. طيب هقول له دلوقتي بقى ايه كالكوليت، فيبدأ يحسب. ولما بيخلص حساب، انا مختار مشروع صغير بحيث ان هو ما يطولش، اقول له اكسبورت، بيروح فتح لي ملف الاكسل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. فهو هنا بقى بيقول لي مثلا كل غرفة رقمها واسمها وموجودة في انهي ليفل وشكل الغرفة عامل ازاي، سكتش ليها، والسب اريا لو في سب اريا، والليفنج اريا ايه لو في اي كومنتات بالشكل ده.